سلامكم الله. في سؤال آخر تقول: هل يجوز التصفيق في الحفلات كحفلات الزواج؟ تصفيق في الحفلات لا يجوز، وهو من خصائص الكفار ومن عادات الكفار، ولا يجوز للمسلمين أن يتشبهوا بالكفار في عاداتهم وتقاليدهم، وإنما المرأة تصفق عند الحاجة، تصفق عند الحاجة، كما إذا كانت تصلي مع الجماعة خلف الإمام وحصل من الإمام سهو فإنها تصفق لتنبيهه، والرجال يسبحون، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. وكذلك تصفق المرأة لو احتاجت إلى التنبيه على شيء، كأن استأذن عليها أحد وهي تصلي، فإنها تصفق على لأجل أن تنبه الذي يستأذن أو ينادي عليها باسمها، تشعره أنها في صلاة. عند الحاجة لا بأس أن تصفق المرأة، وأما الرجل فإنه لا يصفق مطلقا إذا كان لتنبيه الإمام في الصلاة يكبر، يسبح بأن يقول سبحان الله، وإذا أعجبه شيء فإنه يكبر، أو استغرب شيئا أو استنكر شيئا فإنه أيضا يكبر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا هو المشروع، عندما يحصل شيء عجيب أو يحصل شيء مستنكر فإن المشروع في حق الرجل أن يكبر ولا يصفق، لأن التصفيق أولا من خصائص النساء، والرجال منهيون عن التشبه بالنساء، وأيضا هو من عادات وتقاليد الكفار، ونحن منهيون عن التشبه بالكفار. وإذا كان الرجل لا يصفق عند الحاجة في الصلاة لتنبيه الإمام، فلئلا يصفق خارج الصلاة وعند عدم الحاجة من باب أولى. نعم. إذن التصفيق المأذون به للنساء تصفيق حاجة لا تصفيق طلب. تصفيق حاجة، نعم.